السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من يمد رجليه لا يمد يديه. في يوم من الأيام دخل أحد الولاة في أحد المساجد في بلاد الشام، فقام له كل المشايخ وكل العلماء وكل طلبة العلم، قالوا يقبلوا يد هذا الوالي وليسلموا عليه وليأخذ كل واحد منهم نصيبه من المال. لكن هناك كان هناك عالم لم يقم لذلك الوالي أبدا، وجلس مكانه بين طلبة العلم وظل مادا رجليه بين الطلبة وهو يجلس يعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوالي طبعا كبر عليه هذا الأمر، إزاي واحد من الدعاة يفضل قاعد كده ومد رجليه قدامي وهو مش عايز يقوم حتى ليسلم علي ولا يقبل يدي ولا يفعل أي شيء من ذلك. فكبر عليه هذا الأمر، فراح باعت مع واحد من الحاشية كيس فيه 1000 دينار ذهبي، قال أغري بقى بالمال عشان يقوم كده ويقبل الأيادي. فجاء الرجل هذا من الحاشية وقال له: أيها العالم، الوالي يسلم عليك ويبعث إليك بهذا الكيس فيه 1000 دينار ذهبي. فقال له: اذهب إلى سيدك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. الله أكبر. هكذا كان أهل العلم، العالم لابد أن ينزه نفسه دائما وأبدا عن أن يأخذ شيئا، لا من فلوس رجال الأعمال ولا الأمراء ولا غير ذلك، ولا يأخذ مالا من أحد، ولا عياذا بالله يهريق ماء وجهه لأحد على وجه الأرض. العالم لابد أن يكون عزيزا، لابد أن يكون دائما بعيد المنال، وأن يكون دائما رجلا يعيش من أجل دعوته ومن أجل رسالته ومن أجل نشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل تعليم الناس الخير، وألا يتاجر بدين الله لحظة واحدة ولا يتاجر بأي شيء من هذا الدين العظيم. هكذا كان العلماء، وعشان كده ربنا رفع قدرهم بفضل الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. عشان كده لابد أن يكون هكذا هي أخلاق العلماء، والعلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. الفلوس دي آخر حاجة يفكر فيها أهل العلم المفروض، تمام؟ إن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العزة والعفة عما في أيدي الناس، وأن يغنينا من فضله يا رب العالمين، وأن يجعلنا ممن يحافظون على العلم وعلى رسالة العلم إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان